كلكم أعتقد وكلكم تعلمون وتعلمنا نبأ وخبر ثمامة ابن أثالة الحنفي التميمي سيد بني حنيفة. هذا الرجل جاء يريد أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام، حاقد معناه سيد في قومه، يريد أن يحظى بشرف قتل النبي بيده. أمكن الله منه فوقع في أيدي الصحابة. ماذا قال النبي؟ هذا ليس كافرا عاديا، هذا سيد في قومه وجاء يغتال النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. قال أحسنوا إساره. وعلى فكرة هذا لم يكن استثناء مع هذا السيد، ما وقع أسير في يد أحد من الصحابة إلا قال النبي أحسنوا إساره باستمرار. هذا أمر رباني، هذا خلق إلهي. أحسنوا إساره واجمعوا ما عندكم من الطعام فادفعوه إليه. كان في فقر وفي قلة، فكانوا يجمعون لبن لقحة رسول الله، الناقة تاعت الرسول، الحلوب، يأخذون حليبها، هذا أشرف شيء، ويقدمونه لثمامة ابن أثال، يخصونه به لوصاة رسول الله إياهم. الرسول أوصاهم بهذا أحسنوا إساره. وبعد حين مر عليه النبي وهو موثق مربوط، قال ما عندك يا ثمامة؟ قال خير يا محمد، إن تقتل، يعني إن تقتلني، إن تقتل تقتل ذا دم، هناك من سيطالب بدمي، أنا سيد ورأس في قومي، وإن تنعم، وإن تنعم تنعم على شاكر، سأشكر لك هذه اليد لن أنساها ما حييت، إن أطلقتني وفككتني، وإن شئت المال أعطيتك منه ما سألت. تركه النبي. النبي يريد له ماذا؟ الإسلام. لا بدي مالك، لا بدي، يريد لك الخير. تركه النبي. فلما كان مال الغد أتاه النبي وقال نفس المقالة، ورد ورجع النبي نفس المرجوعة، نفس الكلام، تركه النبي. في المرة الثالثة نفس الشيء، فقال عليه الصلاة والسلام أطلق ثمامة. قال لا يريد الإسلام خلاص، وأنا لا أريد لا ماله ولا أريد دمه، مع أنه جاء يقتلوني. قال لك دموي. متى سيفهمون؟ لا يحبون أن يفهموا. ولذلك إلى أن تقوم الساعة هناك من يريد الهدى وهناك من يصر على ماذا؟ على الضلال. الحمد لله، نحن ربنا علمنا ومحمد قدوتنا علمنا أن ننصف عدونا الذي يكرهنا ونكرهه سننصفه، ومهما وجدنا عنده من خير اعترفنا به، لكن هم لا يعترفون لمعلم الناس بالخير، لا يعترفون لهم بشيء. عشان تعرف أنه فعلا الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن هناك قلوباً أصلد من الصخر والعياذ بالله، نعوذ بالله من العمى، نعوذ بالله من العمى. قال أطلقوا ثمامة. ذهب الرجل ركب دابته ومضى غير بعيد إلى جماعة نخل نخلات، قلع ثيابه واغتسل وعاد أشهد أن لا إله، عاد من تلقائه. النبي ربما توقع هذا بفراسته الوحيانية الإيمانية، لكن ربما الآخرون لم يتوقعوا هذا. وأشهد أن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض وجه أكره إلى نفسي من وجهك، فلقد صار وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. خلص انشرح صدره، نسأل الله يشرح صدورنا بالإيمان. دائما أدعو يا أخواني، فهمتم الآن؟ أنا أعتقد الآن بدأنا نفهم في عصرنا هذا الآن بالذات، عصر الفتن، الفتن المدلهمات الطاخيات العمياوات والعياذ بالله، أعتقد أننا بدأنا نفهم لماذا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، اشرح صدورنا به، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كلما حاولت أن أقنع نفسي بطريقة أو أخرى أن هذا الكتاب ليس من عند الله، أن هذه الأدعية من عند رسول الله، لا والله الذي لا إله له ما أقتنع. واضح أنه في كلام إلهي هنا، في صوت إلهي، في روح إلهية تتكلم، مش محمد هذا وغير محمد. فثبت علينا الإيمان يا رب، وزدنا منه، وتوفنا عليه بحق لا إله إلا الله. وما كان أهل خباء أبغض إلى نفسي من أهل خبائك، فلقد صار خباؤك رسول أحب الخباء إلى قلبي. وما كانت بلاد أكره إلى نفسي من بلادك، فلقد صارت بلادك أحب البلاد إلى نفسي يا رسول الله، إلى آخر الرواية، وهي معروفة. هكذا من النبي عليه بلا شيء عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول أبو الهيثم ابن التيهان، تعرفونه هذا، في موضوع البيعة، رجل صالح من سادات الأنصار، يقول دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلي أسيرا. هذا كله عشان نفهم كيف
الإسلام يعامل الأسرى مش يحز رقابهم ويحرقهم أحياء، يقول لك شريعة، لا لا لا، دفع إلي أسيرا من المشركين وقال أحسن إليه يا أبا الهيثم. شوف الصحابي الجليل ما قالش كلام يعني أحمله على التواضع من رسول الله، أحمله على العمل الدعائي. النبي إيه؟ يطير دعائي عن نفسي أنه يعني إيه رحيم ورؤوف، رحيم وحضاري وتقدم ليبرالي. لا لا، أمر أحسن إلي مباشرة أخذه، قال له تعالي عبد الله، رسول الله أوصاني أن أحسن إليك، أنت حر لوجه الله أول شيء، ما بدي إياك، يلا أنت حر، ومش هيك وبس، أنت حر لوجه الله ولك سهم من مالي. يا الله، أعطاه جزء من ماله، قال له عندي أنا أموال وكذا، خذك ألف ولا ألفين دينار عشان إيه؟ يعمل بوساطة رسول الله. لماذا لا تعمل اليوم إيه هذه الفرق والجماعات بوساطة رسول الله؟ إذن هكذا قال إيه؟ أحسن إليهم. مش هيك وبس، وقبل زي ما قلت لكم، قبل كل المعاهدات الدولية وغير الدولية من أيام محمد بن عبد الله، يقول فيما رواه أبو داود وغيره: من فرق بين والدة وولدها، طبعا بإجماع المفسرين يعني في الأسر، في الأسر والسبي ممنوع تفرق بين الأم وابنها، قال العلماء بالغا أو غير بالغ، وقالوا وعليه أيضا بين الوالد وولده وبين الجد وأحفاده، وبدوا كلام كثير في كتب الفقه بفضل الله. من فرق في الأسر في السبي بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طيب يا رسول الله ما فرقناش، أحرقناهم أحياء. إيه القصة؟ أحرقناهم أحياء. طب ما سمعنا إيش القصة؟ قال عن سهيل بن عمرو: لا أمثل به، أنا لا أخلع ثنيتي فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. في لا هكذا تعامل، ما هكذا تعامل إيه؟ الأسارة أو الأسارة، كلاهما صحيحان فصيحان. من فرق بين والده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولذلك لما أتاه أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي المعروف، بسبي من البحرين وصفوا بين يدي رسول الله، فجعل النبي يمر عليهم يتأملهم، فإذا امرأة تبكي أرسلت دموعها قال: ما بك يا أمة الله؟ قالت: يا رسول الله، لقد بيع ابني في بني عبس، احنا أخذنا أسرى، يبدو هذا القائد تبعك أبو أسيد الأنصاري أخذ ابني وباعه في بني عبس وقبض ثمنه. فقال النبي بكلمة واحدة من فوره: فلا تركبن يا أبا أسيد، فلا تجيئن به مباشرة. وين بنو عبس من المدينة؟ مسافات، اركب وروح جيبه رجع. قال الراوي: فركب فعاد به وأعطاه لأمه. هذا الأسر أشرف من نظام الأسر اليوم لسه، إيش رأيكم؟ أشرف من نظام الأسر في القرن 21 إلى اليوم. هذا محمد، هذا قدوتنا، صلى الله على محمد وآل محمد. فلا تركبن فلا تجيئن به. مش هيك وبس، سمعتوا انتوا ايه الأسر اللي اخذهم النبي في هوازن، طيب واطلقهم الحمد لله. لا مش هيك وبس، امر احد اصحابه، احنا قلنا منصرفه من الطائف لسه لم يبلغ مكه، امر احد اصحابه ان يركب فياتي مكه فيشتري المعقد. شو المعقد؟ ضروب من برود هجر، البرد الهجري، هذا برود حلو هكذا ما شاء الله لباس، يعني كستوم حلو هيك لايش؟ قال للأسرة. فلم يطلق احد منهم الا ايه الا كاسيا. يا الله، كسوه، كل واحد كسوه، اسير مروح بكسوه، مش بقفص محروق فيه، لا بكسوه. هذا النبي هكذا.